ابني رد علي. شو بدك؟ أنا عندي حاجة. ايه طيب قلي شو اللي محتاجه؟ فهم علي يا ابني، انتو صار لكم ربطيني هون وقت طويل وأنا عم اتمالك حالي، بدي اروح على الحمام هلأ. ما رح تطلع من هون، فلا هيك لا تواخذني. ابني شو أنا عم قلك؟ طلعني لبرا ومشيني مثلا، بدي روح على الحمام بس. لا يعني لا. خود. ايه معناتها لازم تفكلي ايدي ورجلي مشان اقضي حاجتي. يلا. الو أرهان، هاد انت بابا؟ ايه انا. انت وين؟ قلي حاليا. ما بهم وين انا يا ابني، قلي وين انتو بالمعرض وخضر وين.